سلام سلام، عافاكم عافاكم، ما يطلعش ليكم مني الدم. هاني رجعت ليكم وراني غير ارتحيت شي شويه، كنت محتاجه غير هو وجدي شي بلاكار خمليه ولا جلسي شي جلسه مريحه مع شكويز ديال اتاي تجبدي فيها، حيت حلقتنا اليوم طويله وعامره بالاحاسيس والاحداث وحتى المشاعر. ولكن قبل اجي قربي عندي نقول لك واحد الخبر، راني ما جيتش بيدي خاويين، اعطوني غير دقيقه من وقتكم وسمعوني مزيان شنو غادي نقول لكم. جبت لكم واحد الهميزه اللي هي زوينه لبنات الطموحات اللي تيقلبوا فين انهم يطوروا رؤوسهم ويخدموا ويكون عندهم حتى هما واحد الصالير اللي يديروا به اللي بغاو ويحققوا به المطالب ديالهم. ركزوا معايا، راني ما داوياش من الفراخ، البنات والعيالات اللي ساكنين في اي بلد في العالم وحتى في المغرب حلوا معايا وديناتكم، حيتاش هذه الفرصه ديال العمل غير من داركم وماشي اللي غادي تقدروا تربحوا فيها. ولكن كنأكد لكم ان شاء الله اذا تبعتوا هادشي كامل اللي غادي نقول لكم غادي تربحي فيها ارباح اللي هي كبيره، بشرط انك تكوني باغه تخدمي من نيتك وتكوني مجتهده. اذا ما كانش الطموح والاجتهاد في اي حاجه في العالم فراه عمرنا ما غادي نوصلوا للهدف، واخا صراحه ما كاينش اصلا وصول للهدف بدون مجهود. المهم هذه الفرصه عمل مع كوثر معاويه ومن لا يعرفها اللي فايت ليا شاركتها معكم. هاد الانسانه اللي بدات من الزيرو حتى هي وعقدت النيه وخدمات واليوم هي رئيسه تاع مشروع اللي بادي هذه سنوات وناجح والاول في اوروبا. الى دخلتوا غير الانستغرام ديالها راه غادي تلقاو جميع المعلومات وتشوفوا النجاحات الى ما اخره. الانسانه من الفريق نتاع كوثر غادي تشد بيديكم وغادي تمشي معكم خطوه بخطوه حتى توصلكم للهدف ديالكم ان شاء الله. ما تعكزيش اختي وتوكلي على الله. تيقول لك جالس جالس ربي الفلاس، هاني شاركت معكم هذه الفرصه لان متاكده انك غادي ترحمي لي عليها الوالدين. المهم غادي نخلي لكم نمرتها ورابط التواصل ديال الواتساب غادي نخلي لكم لتحت في صندوق الوصف. غير هو الاول، عافاك اخواتي وخواتاتي اخوتي الذكور اذا كاين واحد النسبه اللي كتفرج فيا حفظوا على داك زر الاعجاب لتحت كهديه ليا. اذا ما شفتيش الحلقات ثلاثه اللي دازوا فما كاينلاش انك تشوف هذه الحلقه حيتاش ما غادي تقبلوا حتى شي حاجه. وعلى بركه الله نقول لكم بركه من الهضره ويلاه لنبدا. خليناها لما غفران تبعت راجلها منير للديار الاوروبيه كتقول بلي انا ما نكذبش عليكم، قلت انا يلاه جيت، انا هي الانسانه الوحيده اللي غادي تحل المشاكل ديال كلشي، غادي نبدا حياه جديده ونقد الامور ما بيناتهم. كنت لعبه الدور البطولي، عرفتوا علاش؟ لانني ما كنتش عارفه راسي راني غير تنخربق. حاولت هي تستغلني بشلا حوايج طليقه راجلي، كانت كتقول لي كاع في التليفون بلي انها كتمنى انك تخلي راجلك يخلص كاع داكشي اللي دار ليا، وجاب الله كنت كنسجل فاش كانت كتحرضني عليه، لانه داكشي اللي طرا ليا مع راجل امي وغدرني راه اي واحد يقدر يغدرني. السيده ولات كتجيب لي ولادها 24 ساعه وكتمشي كدور والدوله كتعطيها المساعدات وما باغاش ديكلاري بلي انه الدراري ما كيدوزوش معاها الوقت ولكن كيدوزوهم عند باهم، حيت داكشي اللي غيتعطى ليها غيولي كيتعطى لباها. السيده كتمشي كتعمر الصاك بكرواسه وتقول لولادها يلا طلعوا لعندها، وفاش كتجي كتهزهم كتبقى عليها ويلي ولادي ما نقينش وكنجيبهم لك غاسلين، ولكن العكس تماما والله العظيم اذا كانت كتجيبهم ليا من ناموسيه لدرجه انه وجههم ما كانوش كيغسلوه كله عمش. المهم داز عام لدرجه منين راجلي فاش تيدوز في الصنقه هي كتبقى كتغوت وكتسب فيه وكتعاير فيه، وبحكم انه راجلي دياني وفي اوروبا وتيحاول انه يخلي واحد الصوره اللي هي نقيه عليه فكان تيوقف كيربع يديه وكيحضر راسه وتيخليها تهضر بدون حركه ولا سكون. انا قلت عرفتي شنو غادي ندير، غادي نهز منير راجلي واخا كان ضد وغادي نعيط عليه وغادي نديهم لواحد الريستو وغادي نواجههم ونقول لهم يلا دابا قولوا شنو عندكم وخويو قلوبكم. المهم هي غادي تهضر معاه عادي، حتى قلنا صافي راه كلشي تقاد. في الاخير هاد خيتي الايام الكامله اللي كنت كندوي معاها فيهم كنكتشف بلي انها كانت غير كتعبر فيا، كتشوفني كيفاش دايره باش تحكم فيا كيف ما بغات. غادي ترفع قضيه على منير باش انه عمرو مازال باقي يشوف نهائيا ولادو، اكتشفت انه هاد السيده كتمشي للمحاكم وتلوح عليا البطل انا وياه. غادي يدوز الوقت بقى فيا الحال، كانت كتهز التليفون وكتسبني واخا مشيت عند البوليس ما غادي يدير والو، ما بقيتش كندوي معاها ولادها كانوا كيلوحوا عليا الباطل بزاف حيتاش كانت كتحكم في العقول ديالهم. كان ولاد كيهزوا الملابس الداخليه ديالي من الدار عزكم الله من المجر ديالي وكيديوهم لامهم في الدار. وهي شنو كانت كدير في نظركم؟ شوفوا الاعمال الشيطانيه، الخبز الشيطاني، كتشد دوك الملابس كديرهم في واحد البريه وكتكتب وريقه كتحطها لداخل فيها شكرا على هاد العشيه، زعما بلي انا راني تنخون راجلي كنت مع شي واحد اخر. داكشي كيوصل للدار راجلي تيقول لي ويلي كيفاش القضيه نتاع هادشي؟ حتى لواحد النهار غادي نسجل ولادو بثلاثه بهم واقفين فوق من حوايجي
وتيقول واحد الاخر هز ليها هذا، والاخر تيقول لي لا لا ماشي هذا، هادي وديروا في المحفظه ديالهم وداوها معاهم. الحمد لله منين درت هكاك لانه راجلي بدا كيشك فيا. في ذاك الوقت فاش كنت كنعيط على ماما ونقول لها اشنو سيطرا ليا، مع بصح ما لقيتش المنشكي والغربه وكنت وحيده ومفقوصه. هذيك الفتره الوالده ديالي كانت كتقرب مني واحد شويه، علاش؟ لانها كانت طامعه فيا انا اللي نصيفط لها الفلوس. فاش كنت كندوي ليها كانت كدير مكبر صوتي وتسمع على راجلها وتقول لي راه باباك قال لك وقال لك، باباك قال لك ديري وديري، باباك قال لك بركي في داركم، اش كديري كاع انت يا تما؟ وانا بحكم داك السيد تنكرهو، ومن نهار جيت ما دويت معاه قلت لها شوفي هذاك السيد ماشي با، وما تبقايش تجبديه ليا، وعلاش كتهضري حداه وكتقولي ليها شنو واقع ليا؟ هو تيقول لها دابا حنا ما عليناش، هي خاصها دير ودير ودير. الدقة صراحة كانت ليا من كل جهة، وفين ما دورت الراس اش غادي ندير اخوتي في نظركم؟ غادي نبغي نخرج نخدم، وراجلي قال لي انا مازال محتاجك تجلسي في الدار لانني انا خاصني نخدم وخاصني يشد ليا الدراري. ما اتفقناش على هادشي اخويا، اتفقنا على انني نخدم ونتعاونوا. انا ديك الساعه ما كنتش عارفه ديك الدوله والقانون ديالها، حيتاش فيها اذا المراه خدمات خاصها تحيد الزيف وما خصهاش تخدم بالحجاب. وانا ما نكذبش عليكم كنت تنحيدو بالتخبيه لانه راجلي تيقول لي ما تخدميش في شي خدمه اللي غادي يطلبوا منك انك تحيدي فيها الزيف، علما انه كاع الخدمي فيهم بلا زيف الا من رحم الله، وانا ما عندي لا دبلومات لا باك لا حتى شي حاجه اللي تفرض راسها. شنو غادي ندير؟ غادي نقبل بالموجود وصافي. ومنير حتى هو كان على قد الحال، المهم حاولت في شحال من حاجه وما كانش كييسر لي فيها الله. لا لا حاشا ولله انه ربي ما ييسرش، ولكن انا بحكم الظروف اللي تنعيش فيها كان ديما طالع لي الدم. القرايه جربتها ما كنتش كنجح فيها لانه ما تندي فيها لا حق ولا باطل، ما كتدخلياش الفلوس، وانا باغا نخرج ونلبس شحال من حاجه. فكنمشي كنخدم، واذا خدمت بحكم انه ما عنديش البيرمي فاللي حطت فيها يدي كتكون قريبه من الدار، كتسيق ليها الخبار ديك السيده ومع عندها المعارف، كتجي للبلاصه فين كنخدم وكتبقى كتحيح عليا وتبغي تضرب معايا حتى كيجرو عليا. المهم ما خليت كيفاش درت، ولكن والو، غادي يطلع ليا الدم وغادي نبغي نتفرق مع راجلي. وكان ديك الحياه غير مستحمله ابدا، ما قديتش عليها لانه ولادو ملي تيدخلوا وما تيلقاوش باهم واخا براش كيبقاو عليا غير بالسبان. واحد النهار حصلتهم داروا ليا الشيته ديال السنان ديالي عزكم الله في المرحاض، واحد النهار عاوتاني هز واحد فيهم البقايا ديال المش وداروا ليا وسط لاكلاص الطاسه ديال لاكلاص وحركوا وداروا في الكونجيلاتور ومشى عند امه. غادي نركبوا الكاميرا في الدار وغلقوا بلي هاد الفعايل كاملهم من ولادو، او بالاحرى انا اللي غادي نركب هاد الكاميرا وغادي يطلع ليا الدم وش الحوايج داروا ليا. واحد النهار هزوا عليا الموس والجناوه وهما مازال باقيين صغار عباد الله، يلا 10 11 العام، كرهت كلشي. ومنير وقت ما نتشكاليه ونقول ليه شي حاجه وكتعيق يا غفران، وراه الدراري مازال باقيين صغار وراه امهم محرشاهم، ما تبقيش تعاندي معاهم. حتى اذا ما بغيتش انا تكون عندي علاقه بولادو كيكعه وكيتقلق وكيلومني بزاف، وانا راه لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ما نقدرش نبغي انسان باغي ليا الشر. كنلقى راسي اني سمحت وتعاميت ما فيه الكفايه مع امي وراجل امي لانهم هما اللي حليت فيهم عيني وما عنديش اختيار. اما دابا عندي الاختيار، هو بغاش يلقى ليا شي حل حيتاش ولادو ديما مساكن وبريئين، وفاش كان كيدخل من الخدمه كيخرجنا حيتاش ولادو كاينين، ولا كاع يخرجهم ويخليني انا في الدار، ولما ما تيكونوش عندنا ما كاين لا خروج ولا تفواج، بقى فيا الحال وتنحس براسي بوحدي. تنعيط على امي من جهه وكتفقصني، وهو تيفقصني من جهه، ولادو من جهه، والطلاقه ديالو من جهه. فين ما مشيت دايره بحال خيالي كنلقاها. كنا ساكنين في واحد المدينه بحال ساكنين في نفس الدرب فقط، الدار صغيره ما عنديش بيتي ولا ماريو ديالي ولا بزاف ديال الحوايج. وربي راني خرجت من المشاكل وجيت لمشاكل واحد اخرين، ما كنتش منتظره هادشي نهائيا، كيفاش ربي تحطني في وسط هادشي؟ المهم غادي يبدا كيطلع لي هادشي كله في الراس، وغادي نهز حويجاتي وغادي نمشي في حالتي لانه ما بقى عندي ما ندير مع هاد الانسان، ما صالحش ليا حيتاش كيبغي غير ولادو وجابني غير باش نقابلهم، اما انا ما كايناش في الحسابات ديالو، ربي اللي كان عالم بالضغط اللي كنت عايشه وسط منه. كانت هادي غير افكار، ولكن ما زدتش حوايجي وما خرجش. غادي ندخل لواحد الموقع نتاع التعارف وغادي نتعرف على شي بنات بحكم انه ما كانوش عندي صحابات، واكتشف بلي ديك المواقع ما فيهم حتى شي حاجه زوينه، ولكن كنت نتعرف غير على ناس. غادي نتعرف على واحد البنت اللي كتقول لي بلي انها باغا تدخل الدين الاسلامي، تعرفت عليها وعرفتني على الكليكه ديال صحاباتها اللي كانوا شابات وكيخرجوا مع بعضيات وفي نفس السن ديالي. هذيك البنت بالنسبه لي سلمات لانه نطقتها الشهاده لانها بغات تسلم. كنت كنخرج معاها هي وصحاباتها غير باش ننسى داك الواقع المر اللي تنعيش مع راجلي ولادو. فعلا كنت نخرج من الصباح
وما كان رجع حتى الليل، وهما كانوا ديما عندهم الفلوس هما اللي كانوا تيشريو ليا. ديك البنت كانت ساكنه مع والديها، ولاني واحد النهار ما كانوش في دارهم، فشنو غادي دير؟ انا غادي نمشي عندها وهي غادي تمشي تجيب شي دراري اللي كانوا مخلطين ما بين الغرب وما بين العرب، وغادي يجيبوا معاهم الشيشه والخمر كل شيء. ولكن انا داكشي صراحه ما وصلش لفمي نهائيا، كنت كنمشي غير كنضحك معاهم الله يسمح لي عليه. صراحه ما كنفتخرش بداك الماضي، ولكن كنت فعلا كنقلب على راسي، كنقلب فين نرتاح. المهم ديك الدراري نتاع ديك الكليكه فاش غادي يغيبوا بالخمر تنقول شي واحد غادي ينوض يدير ليا فيهم شي حاجه، وهو ما عاقلش، غادي نهز حويجاتي وغادي نمشي لداري. فعلا غادي نقول ديك البنت غير سمحي لي انا والخليل ديالي، حيت ما كنتش كنقول لهم بلي انا مزوجه باش ما يضحكوش عليا، حيت بالنسبه لهم البنت فداك السن تزوج راه شي حاجه ديال الحماق. تنقول لهم غير راجلي، بمعنى الخليل ديالي، في الدار راه خاصني نمشي نشوفو. هادشي كله كان تيوقع ليا وكنت تنطيح فيه بحكم انه راجلي ما كاينش في الدار انا داك، تيخرج بثلاث ايام او ب 15 يوم او بشهرين او باربع شهور كيمشي كينشر الدعوه مع ناس وحده اخرين في رحلات. وانا داخله العماره وطالعه في الدروج ديك الساعه 2 3 ديال الصباح غادي تبعني واحد الشخص من مورايا، واحد الراجل اللي كبير في الهيئه ديالو بزاف ولكن ما عقلاش على وجهه لانه كان مخطي. انا طالعه وكنسمع شي واحد تيجري، قلت واقيلا شي واحد من الجيران طالع الحله باش يلا غادي نحل الباب بالساروت، غادي يجي يدفعني وغادي يحطني في الارض وغادي يتعدى عليا جنسيا. هذا الشيء اللي كان خاصني. هذاك السيد كانت عنده واحد اللهجه اللي ماشي ديال دوله اوروبيه. انا باش ما نجيبش الشوهه لراسي ولا راجلي وبلي راني خرجت من مورا ظهره وبلي راني داخله حتى لواحد الوقت، هذاك السيد غادي يسد ليا فمي. وانا ما حاولتش انني نغوت غير تندفعو بكاع القوه ديالي، وكنقول فراسي يا ربي يا ربي ما ينتقلش ليا غير شي مرض. شنو غادي نقول لكم؟ شنو غادي ندير؟ هذا مكتبي. دخلت لديك الدار وسرت عليا الفوق والتحت وكاع القفوله، وكنبكي وكنغوت وكنضرب فراسي وكنقول اش داني نخرج اش داني. شو انا نقول؟ يا ربي يا ربي راه هذا السر غادي يموت معايا، ما عمرني ما غادي نقول شنو طرا ليا. جلست في داري، جا راجلي من السفر ديالو، دازت واحد شهر. نقول لكم شنو وقع؟ غادي نحمل. انا قلت ويلي، من نهار تزوجت وانا كنتسنى وليدات مع راجلي وما حملش، حتى من بعد ما تعرض لي هذاك ما يمكنش. فرحت وما فرحش، ولكن بقى عندي يقين انه الا ربي ما غاديش يطيحني في هذه الكارثه. واخا كان عندي تخوف ولاني ما ركزتش معاه. في ديك المرحله غادي نلقاو بارتمون وحده اخرى اللي غادي نتحولوا ليها، اللي من بعد شهرين غادي تجي الطليقه ديال راجلي، وتخيلوا شنو غادي دير؟ غادي تسكن معايا قدامي قدام البارتما ديالي. ايوا دابا لكم ان تبدعوا في المخيله ديالكم انه كاع داكشي اللي تقدر دير هاد الانسانه من الشر اللي قدرات ديرو. الضغط ولا مضوبل في ثلاثه ولا اكثر. كانت كتقول لولادها راه باكم منين غادي يولد ولادو راه غادي ينساكم وغادي يجري عليكم. وما شنو كانوا تيديروا في نظركم؟ كانوا كيجيو كيضربوا ليا في كرشي بيديهم بالبونيه، ويدير واحد فيهم بحال انه تيحل البلاكار واختو كتدفعني باش نجي فيه. واحد المره مازال باقا عاقله ولدو قال لي شوفي التور كيفاش تيدير، وغادي يدخل ليا في كرشي براسو كل مره. وشنو كانوا كيديروا؟ غير ربي اللي حفظني. راه شي احداث اللي صراحه ما يمكنش لكم تخيلوها. غادي ننقزوا هذه المرحله ونمشيو فاش ولدت. ولدي اللي ما كانش كيشبه ليا نهائيا لا ليا ولا لراجلي، بما انه كنا بينا نختنوه فاش يلا تزاد غادي نديروا ليه التحليله نتاع الدم، وبما انه انا وراجلي عندنا نفس فصيله الدم فغادي نولدوا هذا الوليد ماشي بحالنا. ولو كان تعرفوا شحال بكيت، واخا ما تيشبهش ليه وما في خبره ما يعاود كانت تيبغيه. دازت اربع شهور وحده اخرى ولقيت راسي عاوتاني حامله، ودخلنا في كونفينمون ديال كورونا. غادي يهز تليفونو راجلي بلا خباري وغادي يدوي مع مراتو، وقال لي ها انا راني فكرت انني نخلي عندي الدراري في هذا الوقت كلها بحكم انه تقدري تمرضي ويكون خاطر عليك هذا الشيء. اه واخا صافي شكرا ياك سيدي، درتي فيها غير حيت هي غليظه وخطر عليها، اما انا اللي هزه روحي في كرشي ما خفتيش عليا. واخا حنا تحولنا ما كانش عندنا استقلاليه ولا حتى الخصوصيه، مشات تقول صحاباتها بلي انه فلان راه خايف عليا وراه ما خايفش عليها. بقى فيا الحال وليت كنفكر بجديه انني نتفرقوا هذه المره. هو غادي يجلس في الدار حيت انا معاه، يقدر يشكل عليا خطر ولكن مخلص الخلصه ديالو اللي هي عاديه. انا حامله وعندي تريبيه وبقى كنرضع، يعني خصو على الاقل
يقوم بولادو الاخرين، شقاو الماكله والتربيه عليا، وفي الاخير كيقول لي واغفران ما كتخلي الدار مزبله حاجهكم. واش اخويا انا كرهت؟ والسيده اختي كيضل نعس النهار كامل وتيقول لي علاش ما علاش، والوعره هي فاش تنطيب الماكله تينوض كيسر بولادو وراسو ويكملوها وانا غير موجوده. ما تعيطوش حتى عليا، اجيت حنجري. ربما ولادو كانوا تيكذبوا عليه، راه كلات الله اعلم، ولكن انا داكشي قهرني. طلع لي الدم، هزيت حويجاتي خرجت ومشيت عند بوليس وقلت لهم شوفوا لي عافاكم شي حل، لانني ما بقيتش قاده مازال على ديك الدار. انا وراجلي راه ماشي فواحد الحاله اللي هي مزيانه، غادي يديوني لواحد لوطيل وغادي نجلس فيه انا وولدي لمده شهرين. غادي يبدا كيتواصل معايا حيتاش بغى يشوف ولده. كنت كنديه ليه حتى للدار يشوفه ويلعب معاه، حتى بقات شهرين على ولادتي وعيط ليا اجي راه خاصنا نحلوا هذا المشكل وما نبقاوش بحال هكا. مشيت وصلنا لاتفاق، دخلت للدار وكانت بالاراده ديالي لانه ما كنتش باغا نبقى متشرده. رجعت معاه وتصالحنا وولدت، والحمل زاد صعاب وتقال، وانا غير بوحدي. غادي نعيط واحد النهار لواحد المساعده اللي جات شافت شنو تيدير ولادو وشهدات ودات بزاف نتاع التضحيات، ومشات قالتها لراجلي بلي شنو تيديروا، وشافت الام كيفاش كتعامل وتدق عليا وتسبني وتعايرني. انا شفت حتى عييت، غادي نقطع مع الطليقه ديالو الهضره نهائيا، قطعتها معاه ما مره ما زوج ما ثلاثه. المهم دازت هذه المرحله ودخلت ولادي للراود ومشيت نخدم على راسي، وقالوا لي سمحي لنا مدام ولادك ما غاديش نوكلهم الحلوف ولكن غادي ياكلوا الحم اللي هو ماشي حلال. انا ما قدرتش نصبر ومشيت درت لهم شهاده ديال الحساسيه باش يكون عندي الحق انني نعطيهم ماكلتهم معاهم يديوها، حيتاش ممنوع الا اذا كان شي اضراب. في الاخير سلمت وخرجتهم داك الراود لانه ما قدرتش، ماشي حلال بالنسبه ليا، راه بحال تنشربهم الخمر. فقابلتهم وليت كنديهم الورشات، كنديهم الاماكن فين يلعبوا بيد ما يكبروا واحد شويه. اما ولاد راجلي غادي يطغوا عليا بزاف. لقيت واحد الخدمه نتاع مساعده اللي كتغسل الناس الكبار وكتبدل لهم لي كوش. كان كيعجبني ندير ديك الخدمه لانه بصح كنت كندفع وكنت كنعاون الناس. راجلي ما كانش خدام انا داك، لكن لقى شي خدمه اللي بالسوايع وفي النوار. واحد النهار وانا خارجه غير ساعه ديال المكانه، وعطيوني دابا ودنيكم سمعوا مزيان، كنت غادي عند واحد السيده غير نبدل ليها ونوكلها ونرجع في حالي. كانت عندي غير من الخمسه د العشيه لسته د العشيه ساعه المكانه، وليداتي نعستهم وكل واحد كان في بلاصتو. مشيت عند ولاد راجلي اللي كانوا كيتفرجوا وقلت اليوم شوفوا انا راني غادي نخرج دابا، باكم خمسة دقائق هو غادي يكون عندكم هنا ما ديروا والو. قالوا لي صافي يا طاطا ما كاين مشكل، انتم هزيتوا التليفون عيطتوا على امكم واللي هي غادي تمشي تعيط على البوليس. وانا في ديك الفتره فاش ما لقيتش لي شد ليا ولادي كنت كنخليهم عند واحد السيده مغربيه وكنعطيها 30 اورو للنهار، ولكن داك النهار بالطبع باهم كان جاي فقلت نخليهم في الدار. الجندرم غادي يجيو يهزوا ليا ولادي وغادي يعيطوا على موت ولاد راجلي. المهم جارتي غادي تعيط ليا، غادي تقول لي اجي كتجري راه ولادك داوهم لك الجندرم. ايوا شنو غادي نقول لكم، جيت كنجري مشيت تقطع ليا النفس ومشيت لعند بوليس ودخلت وقلت لهم شنو كاين. قالوا لي لا ما كاين لا وليدات لا والو، ما عندك ما ديري بهم، انت اللي تخليتي عليهم. انا فوق الكرسي كنضرب في خاضي وكنعاود وكنقول اولي عباد الله شنو هذا الشيء تيوقع معايا، راني غير زوج ديال الدقائق ويدخل راجلي مورايا، علاش درتوا لي هذا الشيء كامل؟ لا 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 راه شي حد عيط لنا وقالنا بلي انا الوليدات كيلعبوا في الشراجم. شلا تخربيقات عاودت لهم ديك الشيطانه، والحمد لله بالقدره الالهيه قلت لهم غادي تعطوني ولادي ولا غادي نمشي نتلقى التران. فعلا ما غادي نخرج من عندهم حتى غادي نخرج معايا ولادي. راجلي فاش تندوي ليه هنا جاي هنا جاي، ولكن ما كنت قلت ليه مازال والو بالتفاصيل. وانا خارجه من ديك لابريكاد ديالهم ها هو جا راجلي. مالكي؟ بقيت كنعاود ليه كلشي وتنبكي، تيقول لي صافي غير سكتي صافي غير سكتي. انا ذاك حسيت بالكبت لانه ما خلانيش نعبر ولا نخرج لي عندي. دازو يومين وعيطوا عليه البوليس، مشى لعندهم وقالوا ليه بغيناك تسينا على دوراق وغادي يستجبوني انا وياه. مشينا اليوم التالي عند بالي انهم غادي يسولوني شي اسئله اللي هما عاديه، شويه غادي يشدوني حراسه نظريه انا وياه، وقالوا لينا فيها 48 ساعه ولكن دوزنا اكثر. انا مشيت ودايا معايا ورقيه اللي فيهم اثباتات بلي انني كنت نقلب على شي روض لوليداتي باش انهم نقلب لهم فين استقروا الى ما اخره. المهم كانوا عندي ادله اللي كانت كثيره ما بين يدي. ملي شدونا قال لي واحد البوليس بلي انا الطليقه ديال راجلك هي اللي قالت لينا بلي انه راجلك راه صعيب وتيحكم على ولادو وبنته كيقول لها ديري الزيف وكيفرض عليها شي حوايج اللي هي ما باغاهمش. علما انه فاش مشيت انا للكوميساريه وشدونا ما كنتش دايره حتى الزيف ديالي، حيت مره نديرو مره نحيدو، وبسروال ديال الجين وبتيشيرت وشعر متلوق. قلت لهم هاي الانسان اللي قالت عليه بلي انا متشدد ها حالتي معاه كيفاش دايره، ما فرض عليا والو، كيفاش ينوض يفرضها على ولادو.
الجندام عيطوا على مات راجلي اللي هي اللي غادي تقابل الاولاد، ولادي انا في الغياب ديالنا، اما ولادها راه داتهم بلا تفاصيل ديال كيفاش داك الكاش وفاش جلسنا بارد والبياص وما كايناش مشو الطواليط حاجه كوم غير بلديه ومحلوله. انا كنبكي على خرت ايامي جات الحباسات ديال الغربه، ومع كان فرقني غير حيط انا وراجلي منير تيقول لي غفرا سكتي وديري الدعاء. انا هاد الهضره انا ذاك ما كانش كتدخل ليا لراسي، فسكت غير باش هو ما يهضرش. المهم فاش تاكدوا من البراءه ديالي خرجنا، انا مشيت غبرت وهو غادي يدخل للدار لدارنا فين كانت جالسه امو، وانا بقيت حتى لنصاصات ديال الليل. حسيت بالعالم ديالي تقلب في ديك الفتره، وجاني الرعب في هاد البلاد اللي مشوا حيدوا ليا ولادي. دهس عليا فاش دخلت قلت ليه غادي تختار يا انا يا ولادك، ما يمكنش نختار ما بيناتكم، اذا غادي نمشي نقلب على سكن جديد، نمشي نسكن بوحدي انا ولادي، ونهار تبغينا اجي لعندنا انا ولادك اللي ما تليتش باغاهم. بت ديك الليله صباح الصباح مشيت للخدمه، جات اختو واتفقت هي وامو، وفاش دخلت انا غادي تقول لي شوفي يا غفران حنا اتفقنا انك غادي تبركي في الدار وما كاين لا خروج لا دروج، وما كاينش انك تمشي تقلبي على دار وحده اخرى، داكشي ما مزيانش وما خدامش. قلت لها ياك؟ قالت لي اها صافي اتفقتوا. اه اتفقنا. قالت لي هي امها ندخل هو ما قلت ليه والو، ما كاينلاش نمرض راسي، الخيار الوحيد عندي انني نخدم ولا ندير شي حاجه اللي تربحني الفلوس وندي ولادي ونمشي في حالي. دازت الوقت وغادي يشدني راجلي وولادو الاخرين اللي ما كنتش كندوي معاهم، وجلسنا قدامه وقال لينا يا اما غادي تصالحوا يا اما غادي ندير شي حاجه اللي ماشي في الصالح ديالكم كاملين، واللي ما كنتش عارفه شنو هي انا ذاك. غفران اذا كنتي كتبغيني وكتحترميني وعلى وغير شويه تصالحي معاهم. المهم تصالحت معاهم وكذلك هما، لكن من جهه الطريقه ديالو بقات كتحفر لينا. واحد النهار وانا خارجه غادي تبان لي جايه هي وبنتها الكبيره اللي ما بقاتش كتجي اصلا مع خوتها اللي عندي، وتهنيت منها دورتني هي وبنتها وصحاباتها صحابات الام. انا ولدي كان كبير كان يلاه مازال كيتعلم كيتمشى، ولدي الصغير كنت هزاه في جنبي، يعني ما كانش عندي كيفاش ندير حتى ندافع على راسي. بقات كتسب فيا هي وصحاباتها ويقولوا لي سيري ديري الجميل شوفي حالتك كي دايره ولي ولي ولي. مهم ما خلاو ما قالوا، واحد الخطاب ديال الحقد وديال الشر كيتقطر. انا ما تنجاوبش غير ساكته وكنشوف وكندعي في قلبي. غادي تقول لبنتها بالفرنسيه يلا بنتي ضربيها وغادي نعطيك كاع اللي بغيتي. البنت غادي تهز يديها وغادي تصرفقني قدام الناس. فاش ما درت والو الام غادي تهز يديها حتى هي وتضرب ولدي الكبير على راسه. وتخيلوا معايا المنظر، بدات كتقول لي يلا ضربيني يلا، بالعن بغتني نضربها قدام صحابتها باش تاخذ عليا الشهود. الدموع تيسرسبوا من عينيا في ديك اللحظه اللي تنقول ليها انا عارفك وهذا الشيء علاش كتقلبي، ولكن ماشي انا اللي غادي نضربك، غادي نخلي الله ينتقم منك. قلت لها كوني اكيده اي واحد تيقرب للدراري الصغار ربي تيخلصو، وانتيا ما خليتي ما كليتي في ولادك واستغليتيهم، دابا غادي تشوفي شنو غادي يوقع لك. جاو البوليس حيت هما كانوا تيغوتوا وانا واقفه غير بوحدي. فهاد اللحظه غادي يخرجوا ولاد راجلي هذوك الزوج الاخرين اللي بقاو عندي في الدار وكيعيطوا ماما ماما مرت بابا هذه داتنا غادي نقتلكم. البوليس جاو عندي مباشره تيسولوني، قلت لهم انا راني والله ما درت والو، راه هي اللي دارت وفعلات وضربت ليا ولدي، راه ما يمكنش هذا الشيء. قال لي طلعي لدارك، وهي قال لها سيري دي ولادك. المهم تفاصيل كثيره. ولدي الكبير تيكبر وشعره ماشي بحال ديالنا وما تيشبهش لينا. واحد النهار راجلي طرا ما بيني وما بينه مناقشه، قلت ليه حشومه عليك كدير معايا بحال هكا، قال لي لا راه انا اللي صبر عليك وزيدون ما عرفش واش هذاك ولدي ولا لا. تصدمت من ديك الهضره، قلت انا ما عرفش وزيدون انت السبب في هذا الشيء اللي وقع، حيتاش كنتي خارج ماشي حتى في خدمه ولكن في دعوه. ما بغاش يتيقني واخا قلت ليه القصه الحقيقيه نتاع فين مشيت من قبل. قال لي باش عرفت بلي انك كتقولي الصراحه ولا كتكذبي؟ بقينا عايشين بحال هكا، ومع مرور الوقت تقبل الامر وكيتعامل مع هذاك الولد بحال ولدو الاخر، كيبغيه وكيهتم به. انا وراجلي اليوم ولينا بخير، وتعلمت انني نتعامى ونتاقلم معاه، وتعلمت انني ما نكونش بطله في حياه كل شيء، وتعلمت نصبر. البنت الكبيره واحد النهار ضربت باها وقجاته وخلات ليه امارات ديال القميش في عنقه. البنت اللي صغر منها كتقول كلام قبيح عليه، والولد كذلك. حنا اليوم خرج لنا قرار من المحكمه شحال هادي حنا كنتسناو فيه بلي انه الاولاد غيمشيو ويعيشوا معاه
مهم وما يبقاوش يجيو عندنا. دازوا عليا بزاف ديال التفاصيل، مشيت للطبيب النفساني، شربت ادويه ديال الاكتئاب، والله يا خوتي لو وصلت استغفر الله العظيم حتى الطريق ديال الكفر، ولكن الحمد لله ربي حماني. اليوم انا ما بقيتش ديك البنت اللي فيها 48 كيلو وتزادت فيها 30 كيلو، وليت كندير الزيف، ولادي دخلتهم المدرسه، وليت بقاده معاهم، وليت كنرتاح، وليت كنخرج مع راجلي بزاف، وخدمت بواحد الصالير اللي هو زوين، حيت راجلي غادي يتكلف ويتسلف باش يخلص عليا واحد الفورماسيون ديال سيمانه لمده اسبوع. بناتو ما بقاوش كيهضروا معايا نهائيا حيت هما بغاو، امهم زرعت فيهم الخبز، ورغم انني كنت مزيانه معهم كنت كنتهلا فيهم ورغم الصراعات. هادشي من ناحيه حياتي اليوم الخاصه، مع علاقتي بالاب ديالي البيولوجي اجيو تسمعوا العاقبه نتا كل واحد. من اخر مره فاش انا شفتهم وانا صغيره ما بقاش ما بيناتنا شي علاقه، كانت محدوده دوك الايامات وتقطع التواصل ما بيناتنا. مت بابا البيولوجي وداك عمي اللي داني ليهم حتى هو مات. اما بالنسبه لعائله ماما ما كنشوفهمش حيت عمر ما كانت بيناتنا شي علاقه، وانا اصلا حدوديه. اما من ناحيه دارنا اللي حليت عليهم عيني، واحد النهار من بعد فاش هبطت المغرب عندي واحد اختي متمرده بحالي غادي تشدني من يدي وجرتني فين كاين باها، صرفقاتني وقالت لي دوي دابا على حقك وقولي شنو ضارك. درت عنده وسولته علاش كنتي داير فيا هادشي كامل، علاش ما حشمتيش من الشريعه ديال مولانا. جالس مربع في واحد القنت للحياه والفوقيه، الناس اللي في الخارج وما عارفينوش يحلفوا عليه حتى ملك نازل من السماء. كان كيهز من ماله وكيشري الديسير الدراري الصغار في الدرب، وفي عين الناس بصح بلي انه انسان طيب، لكن اللي دوزوا عليا شيطان. عرفتي شنو قال لي منين واجهته؟ اطلبي الله يخلصني، راه عندك يديك سيري هزيهم، انت دابا في الستينات وما خفتيش من الدعوه ديال ربي. هزيت يدي وقلت ليه يا ربي زيدوا عذاب فوق عذاب اللي كيعيش اليوم. بديت كنغوت لانه دخلت في هستيريا. في ديك الساعه ولادو اللي هما خوتي قالوا ليه اه انت كنتي كتدخل هالبيت وكتسد علينا وما كنتيش تخلينا نخرجوا، وكنا كنسمعوا غفران كتغوت وكتقول لك بعد مني. واحد اختي خرجت في عينيه اللي كانت انا داك مازال باقا صغيره وقالت ليه انا شفتك واحد النهار شنو درتي ليها وشنو درتي ليها. قال لهم سمعتوا نتوما كاملكم بربعه بكم، انا سخط عليكم وغير سخط علينا، واذا كان الزواج بحال هكا الله ينعلو هو وشميت بحالك. نزيد نقول لك السيد الوالد، وانا عرفتي علاش اليوم تنقرا القانون؟ من اجل اختي باش واحد النهار ندافع عليها، وانا اللي نصفتك الحبس الا رفعت عليك شي دعوه. خرج ومشى، ولكن مازال بقاو معايا نقول لكم شنو وقع ليه. امي اللي كانت السبب ودارت هاد الحاله كامله كتحاول تصلح امورها معايا، ولكن ما تنحس بوالو لدرجه غير دوز من حدايا تنقفز. انا ما كنتسناش منها الخير، بزاف اللي قريت في التعليق تدعي الله ياخذ فيها الحق. اما انا خوتي حتى الدعوه ما بقيتش كاع كنصيفطها ليها. اما خوتي بربعه بهم كنبغيهم بزاف، هما علاش كنهبط للمغرب. نسيت ما قلت لكم بلي انا هو راجل الوالده تفرقات معاه، وكنشوفو اليوم كيتعذب قدامي. فاش نجي للمغرب ما بقاش كيشيط ليه حتى الفلوس باش انه ياكل، وماما مازمه لانه حتى شي حد من ولادها ما تيحملها. فوق من هذا الشيء هذاك راجل مي نهار خدا التقاعد وشد حسابه عطاه واحد 90 مليون غادي يمشي عند عائله مي، وبغى يدير مشروع ديال الحواله وبنظار وشرى الكسيبه. ناض ليه واحد خالي دار ليه الروينه، بقى مضرب معاه حيت هذيك الارض ماشي ديال ماما ولكن ديال الوالدين ديال ماما، وحتى حاجه ما كانت مازال لا مسجله ولا محفظه. داك خالي حيد ليه اللي قدامه واللي موراه وجرى عليه وراوك في دار الكريان، ما خلى ليه والو، ما كنتشفاش فيه، ولكن ربي خلصو ومازال يخلصو كتر. ماما كتعيش واحد الحياة اللي هي خايبة بزاف، ترددت بزاف واش نعاودها لكم ولا لا، ولكن لكم ما تتخيلوا بين فساد وفساد. المهم راه معذبها الله، هو كيف ما بغى يكميني ويشربني بالزز، واخا خويا عزيز عليا وعندنا غير اخ واحد، خويا خرج على راسه بالبليه والقرقوبيل وفانيد، وهو عنده يلا 18 سنه، لدرجه انهم مو با ضربهم الله يرد به. وبالنسبه لراجلي ورغم كل شيء هو انسان صالح ومسديين، واخا ظروفه قاسحه شويه ولكن لقاني بنت الوقت وداز عليا قصح منه، كيتعامل معايا مزيان اليوم ومحافظ عليا. فراسكم بلي انني باش نقدر نتجاوز هادشي كامل ونقدر نعاودو لكم اليوم ونهضر فيه ونبوح بالصغيره والكبيره، دزت من حصص كثيره من عند اطباء هادي سنين، اطباء نفسيين وتنويم مغناطيسي، حيت كنت غاده في الهاويه، واليوم تصالحت مع الماضي ديالي وقبلت به ولقيت باب ربي، والحمد لله كنظن انه ربي قبلني. نصيحتي من الحكايه اللي شاركتكم ولا الفيلم اللي دخلتكم معايا فيه هاد الايام. اميمه اختي شكرا بزاف لانك شاركتي القصه ديالي ووصلتي صوتي للناس كاملين، لاني انا صوتي ما كانش مسموع، الحمد لله هاد الناس كاملين سمعوا صوتي. شكرا بزاف بزاف ليكم، وشكرا لاميمه اللي حكات القصه كما انزلت. الله يجازيك بخير اختي، شكرا بزاف بزاف. بالنسبه للناس اللي كيدعوا معايا
شكرا لكم بزاف بزاف، انا ديما التعاليق ديالكم كنبقى كندخل وكنعاود ندخل في كاع لي فيديو وكنشوف التعاليق الجديده وكنفرح وكنبتسم وكيعجبني الحال بزاف. بالنسبه للناس اللي كيدعيو على الوالده ديالي فما كاين لهاش دعوه عليها، انا بالنسبه ليا صافي داكشي اللي دارت ولا من الماضي، ولكن ما عمري غنسى. انا كنحاول نعيش حياتي عادي، كنشوف داكشي اللي دارت لي شحال هادي باش العلاقه تبقى مزيانه بيني مع خوتي، نبقى نقول لان مهما كان الحال كتبقى الام ديالي. داكشي كامل اللي دارت لي شحال هادي غنتحاسبو عليه عند الله، واخا انا ما كرهتش ربي ما يحطنيش في هذا الموقف انني نبدا نجبد لي هذاك الشيء كامل يوم القيامه. مين هذاك الشيء كان صعب من انني نسكت عليه يوم القيامه، وحتى دابا صعيب على انني نسكت عليه، ولكن انا الحمد لله ربي حطني في واحد الحياه اللي زوينه مع واحد الزوج اللي كيبغيني وكيحماق ليا وكيموت عليا، وواحد الاب اللي حنين على وليداته اللي كيتهلا فيه ملي كيتهلا فيها حتى انا، اللي قابل بيا بالمحاسن والمساوئ ديالي. انا من ديك القهره وديك المشاكل وديك الحياه الخايبه اللي كنت كنعيش، الحمد لله هزني ربي وحطني في واحد البلاد اللي الحمد لله قدرت نتعالج فيها نفسيا فابور، اللي قدرت نلقى فيها الدعم النفسي فابور، ولكن ما كاينش شي حاجه اللي عاونتني اكثر من طريق الله، لانني كنت ساره صافي وصلت للكفر، وصلت استغفر الله للكفر. منين تهزيت بالمشاكل عند امي ومشيت عند راجلي وقلت المشاكل صافي كفرت، ولكن الحمد لله ان فوا شديت في الله وان فوا بديت كنتبع الحمد لله القصص ديال الجميله اميمه والله العظيم الى صافي راسي من نفسي درت بزاف. ملي شفتها كديرو صافي شجعتني على انني نديرو، كنسمع القصص ديالكم نتوما كيخليوني نقول كاين الامل في الحياه، فخذوا العبره من القصه ديالي وتو شي واحد ما يأس شي واحد ما يفقد الامل، لانه كل شيء كيتعوض. بالنسبه لرجل امي انا ما غاديش نهضر عليه نهائيا، غنقول غير حسبي الله ونعم الوكيل. بالنسبه لخوتي من امي اللي ولاد هذاك الراجل انا كنموت عليهم وهما كيموتوا عليا وكيحماقوا عليا. لكن بالنسبه للاب البيولوجي ديالي فما كان حتى تواصل بيني وبينه، وهذا الشيء سامي با تري بيان. بالنسبه لحياتي انا فحياتي زوينه الحمد لله، كنت مع واحد العائله زوينه اللي بحتضناني، والحمد لله عندي صافي دابا قدرت نلقى واحد الخدمه اللي نقدر نخدم بالفولار ديالي. واخر شيء شكرا بزاف لأميمة، شكرا لك بزاف بزاف والله اختي، حتى انتي غيرتي بزاف حياتي، وشكرا لكم حسنتوما بزاف بزاف كاع الناس اللي شاركوا حكاياتهم، كنتو من بين الاشياء اللي خلاتني نتبدل الاحسن والاحسن والاحسن. بقاو دعوا معايا ودعوا مع امي الله يهديها والله يشوف من حالها، لانها كتعيش ظروف خايبه بزاف. العبره الوحيده هي ان الانسان يبقى متفائل ويشد في طريق الله، والحمد لله انا اليوم جد سعيده ان الناس سبحان الله ملي كنشوف شحال ديال الناس شافوا الفيديو ديالي كنفرح بزاف بزاف بزاف، لان كيف ما قلت لك صوتي ما كانش مسموع، الحمد لله وصلتي والله يجازيك بخير، لان كان كل شيء كيلقبني بالكذابه بالمريضه الحمد لله. شكرا احسن حاجه طرات لي غيرت لي حياتي. هذه كانت حكايتي، وهذه هي كانت حكاية غفران يا سادة يا كرام. شفتوا على فيلم ناش دست غفران؟ سبحان الله، قال لك أسوأ العباد عند الله من يظلم من لا ناصر له إلا الله. أنك تظلم شي حد ما عنده اللي ينصره من غير مولانا، فيا ويل كل طاغي إذا ظلم الضعيف، وخصوصا إذا دعا عليك لا في القيام ديالو ولا القعود ديالو أو حتى في أسوأ الحالات ديالو، ربي تيستجب دعوة المظلوم. تقدر تأخر لحكمة ما، وباش ما تأخرت يا إلهي تيكون الحساب نتاع هذاك الظالم اللي هو عسير. نردوا بالنا من هذا الكلام، حيتاش راه خطير والدنيا فانية، لو كانت باقية لدامت لخير البرية سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. من غير هذا الأمر أنا بغيت نقول غفران، وراني قلتها لها في الخاص، راجلك إنسان اللي هو مزيان بزاف. صفطات لي صراحة تصور ديال وليداتها نتاع خوتها نتاع هي، بزاف ديال التفاصيل عشت معاها في الحياة ديالها كيف ما هي كيف ما تنتم عشتوا، غير تصور ما يمكنش لي نشاركهم. وكنشوف المعاملة ديال راجلها سبحان الله،
انسان اللي هو مزيان بزاف، لانه كان بامكانه من الاعتراف الاول غادي يسالي كل شيء، لكن فعلا تيخاف الله وشاف فيها مولانا. ربما داكشي اللي دوز عليها كان مضغوط حتى هو وما عارفش شنو يختار ما بين مرته ولا ولاده ولا، ولكن في الاخير اختارها هي وشد بيديها وعاونها انها تقرا وخلص عليها، واليوم هي كتخدم خدمه زوينه وكتعاون راسها وكتعاونه هو. الحمد لله انه هذه الحكايه عندها نهايه جميله جدا، والحمد لله انه غفران في الاخير مشات في هذا المسار. صبرات صبرات ورغم بزاف ديال الامور تقدروا تقولوا كاع واه كيفاش وقع هادي وهادي وهي مازال باقا دايره بحال هكا، لكن سبحان الله ربي ما كيبتليش اي واحد الا الاحباء عنده. فهنيئا لك، كنظن انك نجحتي في هذا الامتحان، خصوصا انك يتسلى لك بالهدايه، وان شاء الله الله يثبتنا اجمعين والله يثبتك انك درتي الفولار ديالك وليتي مشرعه، هذا امر اللي هو مفرح. هذه هي كانت حلقاتنا هذه الايام، دمتم في رعايه الله وحفظه. ما تنساوش انكم تشجعوني بضغط على زر الاعجاب وتخليو تعليق جميل للغفران. سلام سلام.